الله الان حاله اللي تسوي ال تي ار بسرعه فحص ال تي ار بسيطه يا دكتور اي جروح بسيطه الوضع خطير الان حاله تسوي فحص ال تي ار بسرعه دقيقه يا دكتور محمد ايش اللي ال تي بس اجلس وصل الاستشاري الدكتور يوسف سجل عندك يا دكتور سجل عندك كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والشعيرات الدمويه الخنصر والبروتين وذبذبات الجلد وتقوس الظهر والدو جروع بالوجه الظهر ايش دخله يا ابني تعرف وين العمود الفقري هنا شفت ما عندك سالفه العلم تقدم يا ابني احنا نعرف مشكلتك اكثر منك سجل يا دكتور سلام الكالسيوم من اللي سواله جبيره اي جبيره يا اخي هذا دخله دي اكس ار دقيقتين وخلص موضوعه سجلت الخياشيم والجلد الرط اي نعم تم الدول الشريطيه والجلد الرط السلام عليكم السلام اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه يدك زينه يدك زينه تمام امورها تمام الحمد لله الحمد لله يا هلا وسهلا لا اله الا الله يلا يلا اي نعم يا دكتور يوسف ثلاث علب 450 نعم تم ما في اي اشكال تروح الاستقبال تسوي لنا فاتوره فيها وتروح تسوي التحاليل في المختبر وترجع ونبدا نشوف ايش مشكلتك طيب هذه كم تكلف هذه تكلف 35,000 35,000 بس يا دكتور يوسف معليش ما تحس ان بالغنا في التحاليل شوي المختبرات نايمة ما دخلنا الا 250,000 الشهر الماضي خليها تتحرك شوف الدكتور حيدر ما شاء الله الشهر الماضي مدخل للمختبرات 750,000 معليش معليش ابدا العذر حنا بخدمتكم يا دكتور ابدا تمثيلكم رائع تصدق انا لخبطت بينكم ما توقعت انكم توم توقعتكم شخص واحد دخل لي المريض اللي بعده معليش يا دكتور لا تكلمني معليش يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام استريح يا دكتور انا ما اقدر انا ما احك راسي من الشغل يا دكتور عندي مواعيد فول الى 3 شهور قدام دكتور يا دكتور قطع نفسي يعني انا شخص واحد عندي عمليه في جده وبحفر الباطن وفي الدمام وفي القصيم ما اقدر يا دكتور ما اقدر انا شخص واحد دكتور معليش يا دكتور لا تكلمني اقرب موعد عندي بعد 3 شهور يا دكتور اقطع نفسي انا دكتور. انا شخص واحد يا دكتور يا دكتور عندي مواعيد هنا وهنا وهنا وهناك دكتور نعم يا اخي نعم السلك مفصول شلون تكلم تشتمي انت من ادمن يا دكتور ارسلوني الاستقبال عشان اوصل لك التلفون استقبال مين انت مو مريض انت كيف مريض وتشوف الشرطه اعمى انت يا دكتور ما تتركوا عنك من نصب يا اخي شركات الاتصالات هذه بلا وانتم يا المستشفيات بلا